السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالحضور من آبائنا وشبابنا وإخواننا، ثم نرحب بالشيخ الحبيب المربي، نسأل الله عز وجل أن يطيل في عمره في طاعته وأن يجعل تربيته هذه لدعوتنا كما جرت عادة الشيخ ولا نزكي، يكون هذا في ميزان حسناته ذخرا يوم القيامة مع الشيخ طاهر الضروي في الليلة الثالثة. وأنا أسأل سؤال وأحيله إلى الشيخ، فعنونا للمحاضرة التفكك الأسري وسببه في الانحراف، لا سيما انحراف الأبناء لا شك، فيا ترى هل هناك من الأسر أي هذه الأسرة تكون سببا في انحراف أبنائها؟ فأحيل الكلمة بدون إطالة، والوقت ضيق بين المغرب والعشاء كما تعلمون، للشيخ فليتفضل مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وهداه، أما بعد، عباد الله السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذه اللقاءات الطيبة، جزاك الله خيرا للشيخ أمين وكذلك الإخوة الذين وقفوا ونظموا، والحضور كذلك وإخواننا من يشاهدنا ويتابعنا في مثل هكذا لقاءات تزيد من الوعي وترفع من الجهل وتحارب الرذيلة وتثبت وتحرس أو تحرس الفضيلة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من خدامه ويجعلنا وإياكم ممن يستعمله في دينه. إخواني الكرام، إجابة على هذا السؤال الذي طرحه الشيخ أمين في هذه الجلسة والذي يتضمن أثر الأسرة أو تفكك الأسرة وأثره في انحرافات الناس خاصة الشباب ذكورا وإناثا، وهذا الأمر الذي يتكلم عليه الناس جميعا، إذا تكلمنا عن المخدرات ولا الفجور ولا الانحلال الخلقي، وإذا تكلمنا على الآفات الاجتماعية، وإذا تكلمنا على التسرب المدرسي، وإذا تكلمنا على الفشل في السير نحو مستقبل مزدهر كما يقولون، فإننا سرعان ما يتكلم الناس ويقول لك التربية هذه عندها علاقة بالتربية، هذه عندها علاقة بالوالدين، هذا الإنسان ما عندوش ماليه، هكذا الناس يتكلمون، يقول لك هذه البنت هذه وراء والديها، وهذا الأمر وين؟ منين جاء هذا الإنسان لو كان ما عندوش والديه؟ راهم ينظرون إليه كيف يفعل. وكلكم خاصة فيما يسمى بين قوسين، ونحن دائما نحب نتكلم بواقعنا المحلي ونتكلم كذلك بشمولية أكثر إن شاء الله. احنا دائما نتكلم بواقعنا المحلي ونقول كاين واحد المصطلح يسميوه الجيل الذهبي. هذاك الجيل الذهبي بالنسبة هذا الجيل هذا الذهبي الذي نحن لمسناه وعشناه، يعني هذا الجيل الذهبي اللي هو جيل سبعينيات وثمانينيات اللي راهو يقول باللي انا جيل ذهبي. نعم هذا جيل ذهبي بالنسبه لهذا الجيل، يعني احنا نتكلموا بالنسبيه كما يقولوا. ولكن هذاك الجيل كي تقول له علاش انتم جيل ذهبي؟ يقول لك انا ما نقدرش نسرق، على ما سمحوليش نسرق؟ لاني انا ملي كنت صغير كي ندخل حاجه للدار يقول لي بابا منين جبتها؟ على هذيك وليت ما نسرقش. شوف اثر الاسره الان. خلينا ننطلقوا من القران الكريم. فناخذ ذلك الملمح في أثر الأسرة على الإنسان، على الإنسان الذي يعيش من أفرادها، على الإبن والبنت، على الصغير والكبير من أهلها. الله تبارك وتعالى يحكي لنا قصة مريم عليها السلام، ويقص لنا مريم كيف أتت بجنين من غير أب، ووضعت في موضع كما يقولوا لا تحسد عليه، وهو موضع التهمة في حيها،
وفي قصة مريم نجد دور المجتمع بصفة عامة، يعني كما نقول احنا المحيط، ودور الأسرة بصفة خاصة في حفظ الأعراض وحفظ التربية. ولذلك لما شافوها جايبة ولد صغير واش قالوا لها؟ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء، وما كان ما كان أبوك امرأة سوء، وما كانت أمك باغية. شحال ذكروا لها من فرد هنا في العائلة، ذكروا لها أخوها وباباها ويماها. يعني علاش قالوا لها يا أخت هارون؟ هارون هذا ماهوش أخو موسى، هارون هذا لأنه هذا وقت عيسى عليه السلام، يجي من بعد آخر الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام. الآن هارون هذا رجل صالح، كان رجلا صالحا، وأم أبوها وأمها ناس ملاح. يعني أن الناس اتفقوا على أن الإنسان كي يكون من عائلة طيبة ما يجيبش حاجة خبيثة، الطينة مليحة، الطينة زينة كما يقولوا احنا. فلما كانت الطينة مليحة قالوا لها يا أخت هارون، يا اللي أخوك ناس ملاح، ويا اللي بابك ما شاء الله ما كان أبوك امرأة سوء، بابك ما كانش إنسان عيان. في المقابل وكان نروحوا سورة الكهف نلقاو اثنين من الناس حفظ لهم ربي الرزق نتاعهم وحفظ لهم حفظ رباني، وكان أبوهما صالحا. يعني الآن لما نشوفوا أن الإنسان يكون صالح لازم يكون الصالح يتدنى منه، يمشي يهبط. فلذلك قالوا ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. هذه الآية كما يقول العلماء منطلق أثر الأسرة في تربية الناس أو في تربية أفرادها. من تخرج الأسرة؟ تخرج شكون هو أخوك؟ شكون هو باباك؟ شكون هي يماك؟ وهذا الثلاثة علاه مذكورين؟ أخوك علاه بدات أخوك؟ عندها أختها ولا ما عندهاش أختها مريم؟ الله أعلم، يعني التدقيق في التدقيق كم أفراد أسرتها؟ الله أعلم. على ذكر لها أخوها بدات، ممكن يكونوا كاين خوتها عند أخرين، لأن إحنا عندنا ثلاثة ناس يربيو. كاين الأخ، على ذكر الأخ اللي هو الأول، لأن الأخ هو الوجيهة في زنقة. الأخ الأكبر تعرفوا وش فيتو دور الأخ الأكبر شحال كان مليح. الأخ الأكبر لما كان عنده دور في الأسرة وكان مهني الأب، مريحه مرتاح، لأنه خوك مرحي على بابك منك أنت، اسمه خوك وقريب ليك. بابك ممكن لو فاتك بعد 20 سنة و30 سنة وبين قوسين سمحوا لي على الألفاظ هذه ما يعرفش القوالب، راحت عليه الزمان كما يقولوا احنا، وجوا كما يقولوا مقالب جديدة والأب ما يعرفهاش راه لاهي، أو فاتك 30 سنة وأنت جيت وتعلمت حيلات. كاين آباء اليوم ما يعرفوش الهواتف، ما يقدرش يفتش الهاتف كذا، وتقدر تلعبها له كيما حبيت. بصح خوك اللي كبير عليك ب5 سنين و10 سنين راه معاك في الجيل، ما تقدرش تلعبها له، ويعرف صحابك شكون معاه من راك الدور، ما تقدرش تكذب عليه. ولذلك العلماء علماء التربية يقولون من أعظم الأمور التي أفسدت التربية في الأسرة ذهاب دور الأخ الأكبر. مهمة هذه النقطة لازم نفهموها مليح. لما يروح الأخ الأكبر راح تتعرى الأمور، يولي الأب والأم راح يواجهوا مشكلة، وهي أن هذاك الإبن أو البنت راح يخبيوا عليهم أمور ويقدروا يفوتوها عليهم في شحال من مرة، ويقدر يكذب على باباه ويقدر يزين العاقبة أمام باباه الواجهة. وبعد ذلك الأب يقول وليدي راه ما شاء الله، خاصة ونحن الآن كما هو معروف عندنا اليوم نشتري سلما ذاتيا وداخليا في تربية أبنائنا. عندنا واحد السلم اشتريناه الآن ولينا نديروه باش نضحكوا على روحتينا. خلاص وليدي ختم القرآن ما شاء الله، عندي وليدي حافظ، عندي 5 حافظين في الدار، عندي 3 حافظين خاتمين، هو الختم تاع القرآن الكريم. هذا راه إنجاز أنا ما نقدرش نوصفه لك، حاجة كبيرة مانيش نزهدك فيها. بصح كون أنه حفظهم بعد خلاص تشتري سلما داخليا تقول خلاص، وهو بالك يدير في المشاكل. يعني التربية لا تنتهي هنا. والبنت خلاص راهي مستورة دايرة حجاب، مهني أنا نحطها بنتي في تل أبيب ما نخافش عليها. كيفاش ما تخافش عليها؟ أين تربيتك؟ أين تأصيلك؟ ولذلك الآن عندنا واحد السلم حبينا نشروه الآن، ولينا خلاص عندنا واجهة الحمد لله ويصلي الحمد لله كذا، ما يحوسوش نفهموه، وماناش حابين نطلوا واش راهو يدير خاطر أنا خايفين نشوفوا الفضيحة. ولذلك ماذا وقع لنا؟ وقع لنا نتائج، وهذه النتائج التي نحن نعيشها اليوم أردنا أن نبدأ تربيتنا من الأزمات، نبدأ تربيتنا من الأزمة. رغم أننا نتناول المخدرات أين سلكوا الحالة؟ رأي كاين سرقة أين سلكوا الحالة؟
كاين سوء الاخلاق والانحلال الخلقي اين سلكوا الحاله، كاين فجور اين سلكوا الحاله، يعني كاين ازمات. درك الان واش نديروا؟ نديروا خليه ازمه نحلوا الازمه، ولا نروحوا نديروا منظومه تربويه نربيوا بها الاجيال؟ الاصل اننا عندنا منظومه تربويه وراهي تمشي، ورانا عندنا استباقيه ما يلحقش باش يفكر في المخدرات، ما يلحقش. حنا رانا جينا من الاخر، جينا للناس المدمنين اللي نعالجوا فيهم دركا. بصح الاصل اننا رانا في شباب، رانا معاهم، رانا نربيو فيهم ويمشوا، وحنا نسبقوهم، حنا نسبقوهم. وانتم تعلمون كيف الاسره والمجتمع عندما يتبنون القيم والاخلاق. القيم والاخلاق، حنا الان اول حاجه لازم نفهموا اهميه ودور الاسره المتوازنه في حفظ التربيه وصيانتها. نقدروا نتكلموا على الامر هذا في ثلاث نقاط، لانه بالك هذا الامر قد تناوله البعض من المشايخ اللي مروا، ولا راح يتناولوه ناس مرايا. بصح انا خليني ناخذ ثلاث نقاط، لاني بعد ذلك ساتكلم على التفكك الاسري، ثم اتكلم على اثر التفكك الاسري هذا باسبابه كيف يؤثر على الانحراف، اثره على الانحراف الشبابي او عند الاولاد. الان شوفوا الاسره، كما قلنا احنا الاسره هي التي تحفظ اهم كنز عند الانسان وهو الفطره، فطره الله التي فطر الناس عليها، وهي التوحيد، وهي الايمان، وهي العقيده، وهي الصفاء البياض النقاء الموجود بداخلك انت. تعرفوا يا اخواني الكرام اننا احنا لما خلقنا هكذا صفحه بيضاء، هكذا خلقنا ربي. لما خلقنا ربي سبحانه وتعالى على هذا الامر هذا، قال النبي عليه الصلاه والسلام: ما من مولود الا ويولد على الفطره، نظيف. انت كي خرجت نظيف، وهذيك النقاوه تاعك تعتقد ان لا اله الا الله، وهذيك النقاوه اللي تنطلق من لا اله الا الله شعرت انت بها في الطفوله تاعك وكنت عايش حياه سعيده. وهذيك الفطره من الذي يحافظ عليها او يغيرها؟ الوالدان، الاسره. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود الا ويولد على الفطره، فاما ابواه، يعني الوالدين تاعو، ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، يعني شكون يرجعوا مجوسي ولا نصراني ولا والديه. المحيط الصق الناس به، اقرب الناس اليه هم والديه، هما اللي راح يخليوا هذا الانسان يولي يهودي ولا نصراني ولا مجوسي. شكون خسر الدين تاع الطفل هذا؟ والديه. اذا احنا عندنا الان اهم حاجه في الاسره، هذه دور الاسره، أنها تحافظ على الإيمان. نقول لكم يا إخواني الكرام كيف تحافظ هذه الأسرة على الإيمان تاع الإنسان؟ أن تبقيه كما هو. شفت كي يكونوا الوالدين ماشي قاريين، بصح ماشي فاسدين، ماهمش فاسدين، طيبين، بصح بنيتهم عايشين، يوكلوك الحلال ويشربوك الحلال وما يخلوكش تروح للحرام، وعندهم قيم وعندهم مبادئ عايشين بها، وماشي علماء، ما يقراوا ما يكتبوا، ماهمش علماء، يخليوك نظيف برك هذا مكان. هذه تربية، هذه وحدها راهي تربية، وهذا هو الجواب على كثير من 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 أسئلة إخواننا لما يطرحوا واحد السؤال. وش يقول لك؟ يقول لك: وعلاش والدينا بكري كانوا ما قراوا ما والو وخرجوا ناس متربيين؟ علاش؟ علاه الوالدين تاعنا ما قراوا في الجامعة؟ ما داروا؟ ما داروا لنا ليكور؟ ما داروا لنا هذه؟ ما داروا لنا هذه؟ علاه الوالدين ما كانوش هكذا؟ يقول لك: أنايا في عمري 40 50 سنة، اسأل واحد اللي راهم في الربعينات والخمسينيات. يقول لك: أنا ما نشفاش إما كانت تديني البريمير توقف عند البريمير أنا وتسناني حتى نخرج. أنا ما نشفاش بلي كنت ندير ليكور. أنا ما نشفاش بلي كنا كامل هذا الاعتناء، يخافوا علينا وكذا، ماشي بهذيك الدرجة، ورغم ذلك خرجوا رجال ما شاء الله. منين جات هذا الأمر هذا؟ هذه هي المحافظة، يخليك برك كيما راك، يخليك كيما راك. سموها احنا المرافقة الآمنة، ما زادلكش. ما لطخلكش الفكر تاعك، ما خسرلكش التفكير تاعك، باباك خلاك كيما راك. هو موش قاري، لو كان يكون قاري ويكون انسان طيب وما شاء الله وقاري راح يزيد لك يخرجك حاجه كبيره. بصح وكان يكون ماشي قاري كامل، بصح يوكلك الحلال، بصح انسان يعطيك من ذاك كلمات كي ذهب هذوك الكلمات هذوك؟
لأنه يعطيك تجربة من حياته، يكون إنسان ناصح. فإذا الآن كاين حاجة نسموها حنايا أدنى تقديم عوامل التربية من الأسرة هي المحافظة على الفطرة. هذه أهمية عظيمة أبرزها الحديث النبوي في دور الأسرة في صيانة والمحافظة وحصن لهذه الذرية التي نحن الآن بصدد الكلام عليها. الأمر الثاني، يقول الله تبارك وتعالى في كلمة مهمة: ذرية بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض. ولذلك الأسرة وكما نقولوا احنا السلالة الطيبة من خصائص الأسرة، يعني الإنسان المليح راح يجي من أسرة مليحة. ولذلك الأسرة من أهميتها أنها تولد لنا الصالحين. ولذلك ذرية بعضها من بعض، ذرية تخرج بعضها من بعض. احنا اللي نتكلم عليها ونقول عليها بلي طينة مليحة. هذه الأسرة التي تبدأ من اختيارك أنت للزوجة، ومن اختيار الزوجة لك أنت. هذاك الاختيار الأول، شفت كي يبدأ الإنسان يخمم ويروح عند الإمام يقول لك كش ما تشوف لي مرأة صالحة، ويزيد يشوف الناس كش ما يماه يقول لك كش ما تشوفي لي مرأة صالحة، مرأة ما شاء الله. شفت هذيك الكلمة؟ وواحد أخرى، هذيك المرأة اللي راح يتزوج بها الإنسان هذا مازال ما تلاقوش وما يتعرفوش ومازال ما قالوا لهاش، ربما في يوم من الأيام بل في كل الأيام تقول للناس ادعوا لي ربي يرزقني زوج صالح، وجاش نهار من نهارات هي عندها النية هذيك وهو عنده ذيك النية. شفت هذاك الالتقاء تاع إنسان صالح مع امرأة صالحة، هذيك البناية هي أول لبنة باش نقدروا نخرجوا ذرية صالحة. لما تكون الطينة زينة، الطينة مليحة، لما تكون هذه الطينة طيبة. ولذلك الآن نحن لما نريد أن نتزوج ماذا نقول في أنفسنا؟ ماذا نقول؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كي يقولوا واجعلنا للمتقين إماما، على ما قاش واجعلنا؟ احنا الجمع نتكلموا بالجمع ولا لا؟ احنا كامل، انا ندعو كامل. دوك الإمام ينوض في دعاء القنوت يقول اللهم اجعلنا للمتقين إماما، على ما يقولش أئمة؟ على ما يك إمام، جمع إمام وش هو؟ أئمة ولا لا؟ أئمة، نقول احنا أئمة السيسيبي ولا لا؟ هكذا أئمة. فالآن شوف هذه كلمة أئمة، هذه على ما قالش هنا أئمة؟ لأن كلمة إمام هنا ماشي معناتها بالمفهوم اللي فهمه أنت. الإمام هنا بمعنى قدوة، إماما أي قدوة، جعلنا كامل قدوة، وجعلنا قدوة، لأن قدوة تطلق بمفردها ويراد بها الجمع، يعني لأنها وصف شامل. إحنا الآن من 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 أهدافنا، أهداف الأسرة وشن هي؟ أننا نقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. قرة أعين وش معناتها قرة أعين؟ اللي يجريك في الحبس قرة أعين؟ مش قرة أعين. اللي يبكي يماه يدخل عزوج تعليل ثلاثة تعليل كل يوم وهي تستنى، كل يوم. النساء يتقطعن، الأمهات يتقطعن، تتقطع أكبادهن في الليالي. شكون يقطع لها في كبدتها؟ وليدها اللي رباته، وليدها اللي خبات عليه، وليدها اللي نقتلوا نجسوا أعزكم الله. هذاك هو اللي يبكي فيها وليل كامل وهي تبكي، لعل الأب يأتي متعبا ويستنى ويرقد، لأن الأب عنده واحد القوة يقدر يتجاوز أموره، يقدر يمشي حواله، حكمة أعطاها ربي، شدة وقوة في الأب تغلب عاطفته. والمرأة عندها كبدتها كما يقولوا احنا تترعد وحدها، هذيك الأم هذيك تبكي الليالي. هذاك الولد هذاك اللي يدير هكذا قرة عين، مش قرة عين، قرة عين تبدأ من الصلاح ماشي بالزين. قرة عين ماشي كي تشوف فيه يعجبك الزين تاعو، قرة العين تبدأ من ماذا؟ تبدأ من صلاح ابنك. لما تقول أنا هذا الابن هذا قرت عيني به، العين استقرت، قرت أي استقرت العين به، ارتاحت نفسيتك، مرتاحت، تغمض تروح تموت وانت مرتاح، خليه ذرية. ولذلك الآن الأسرة من وظائفها ومن أهميتها هي أن تكون تلك السلالة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما سموه احنايا العمر الثاني، العمر الثاني تاعك انت وولد صالح يدعو له. عمر الثاني تموت خليت عمر مازال يمشي العمر هذاك. الناس أئمة، شوف أئمة صعدوا المنابر عشرات سنين، مات الجمعة هذه مات الجمعة الجاية طلع وليده في المنبر.
كما يقولوا لي مات ما خلى، اللي خلف ما مات. وليده يطلع في المنبر، شوف الان ماشي 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 غير في الامام برك، صلاح مش في الامام. انت واش تخدم انت؟ سودور، سودور مصلح صالح متقن، صاحب موعد، صاحب كلمه، صاحب صدق، ما يغش، وانسان ما شاء الله واقف على امره يخدم بالحلال، رجل صالح. انسان نجار يخدم بالحلال، رجل صالح. انسان تاجر بار مع الكرام، السفره البرره مع الناس الطيبين، مع الصالحين، مع الصديقين، مع الشهداء، يحشر الله تبارك وتعالى. الانسان يصدق في مكان، المكان الذي انت فيه. ما هو مكانك؟ استاذ، معلم، وزير، نائب وزير، مدير، نائب وزير، مهما كنت، حارس في الباب، وش كنت؟ من الامير الى الغافير، كلهم هذوما ليوقف موقف الحلال، ليوقف في مكانه، يعتبر رجلا صالحا. هذا الصلاح هذا يا اخواني الكرام هو الذي يجب علينا ان نورثه. هذه الاسره، الاسره هي عباره عن عمليه استمراريه لمنظومه الصلاح والقيم والمبادئ التي يريدها الدين. هي عمليه استمراريه للفضيله. شو الواحد راه يدور في الروضه، روضه لازم تدور وتمشي وتكمل. هذه الاسره، الاسره ما ناش ناكلوا ونشربوا. الحياه البهيميه بعيده عنا، احنا كبار عليها. الحياه الحيوانيه لا، مش تاعنا، مش تاعنا، احنا ما ناكلوش ونشربوا، احنا عندنا اهداف اكثر من هذه. الامر الاخر ان الاسره توفر التوازن والسكون النفسي. توفر حاجه مهمه جدا. شفت العش، العش الحنون هذاك الذي فيه استقرار والذي يجعل التفكير متوازن، الأسرة توفره، لا يوجد في غير الأسرة. أنا أتحداك، لا ولن تستطيع أن تجد الشعور الذي جعله الله في الأسرة في غير الأسرة. شوفوا الآن الكفار، الغرب بصفة عامة يعيشون منظومة جديدة نحن نريد أن نتبعهم فيها، وهي ماذا؟ التزهيد في الزواج، والتفكك الأسري، والعيش مفردا، كل واحد يعيش وحده، عجوزة وحدها، شيخ وحده، شاب وحده، شابة وحدها، كل إنسان وحده. تدخل حي، حي كل حي شباب جميل ما شاء الله، كل حاجة في مكانها، تقول عليه بلادنا ماشي هكذا يا. ومن بعد مليحة، هذه مليحة، حاجة مليحة، بصح حاجة اللي تشوفها وشن هي؟ ما كاش حياة اجتماعية. تلقى الناس يعني مبنى كبير عجوزة وحدها الداخل، حتى أنهم لا يموتون ولا أحد، لا أحد يجيب لهم خبر. يعني هذا النوع من الناس أي حياة يعيش الإنسان، أي حياة. وأنا أذكر يعني عجوز كانت جارتي في فرنسا، يعني كانت تشوفنا احنا هداين مع احنا الجزائريين، ونتلاقى ونقصروا ونحكوا باثنين والخميس ونصوموا ونفطروا مع بعض وكذا، وتشوف الجو مع الاولاد داخلين خارجين وكذا، لما تشوفنا تخرج تطلع علينا برك، تقول لي نحب نشوف الجو هذا، تحب تشوف الجو هذا تاع واحد مع وليده واحد، لانهم هذو ناس فقدوا مساكن الحياه، فقدوا، يغيظوك تشوفهم يغيظوك، فقدوا الحياه الاجتماعيه. هذيك الاسره كاين واحد السكن موجود فيها، السكن ماشي الهدوء، السكن ما راهوش في الهدوء. احيانا انت عايش في عائله كبيره فيها العياط الداخل كذا، بصح تبكي عليها هذيك العائله، تبكي عليها، فيها واحد الجو عجيب، ماشي معناتها الفوضى ولا الهدوء، ماشي العلاقه بالسكات ولا الحس. السكن راه موجود وين؟ في وجود التوازن. كاين اب، كاين كلمه ابي بابا، كاين كلمه ماما امي، كاين كلام، كاين واحد النداءات يدغدغوا القلب الداخل. كاين ناس ما عندهمش هذه النداءات، كاين نداءات ما عندهمش هذا الامر هذا، وكاين ابني بنتي يا وليدي فلان جيب لي هذيك الحاجه، ما اسكت ما ضربش خوك. شت الكلمات هذو، هذه الكلمات هذو ما ممكن يزعجوك انت، بصح هما بزاف ملح. يغيب واحد من الاسره تحسلو، تكونوا عندك 20 يغيب واحد تحسلو، كل واحد ومكانته. هذيك الاسره هذيك جو فيها يولدك ماذا؟ السكون، يولدك ماذا؟ السكينه، سكون نفسي، استقرار، تقدر تنطلق، تقدر تبدع، تقدر توري، تقدر تكون انسان صالح، ما عندكش حاجه خايف منها، ما عندكش حاجه راك تفكر فيها من الاعوجاج، كاين صيانه. ولذلك ربي يقول هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها
ليسكن إليها، جعل فيها السكون سبحانه وتعالى. والأسرة هي الحصن الحصين من التطرف والفكر الدخيل. شفت أنت الأب بتاعك يكون تتكلم كلمة يقول لك وش هذه، منين جبتها فكرة، شكون اللي علمك تقول الكلام؟ يعني كم من إنسان فينا يكون صغير يجيب كلمة من الزنقة، أول حاجة الأب بتاعك ولا الأم بتاعك يقول لك وش يكون علمك الكلمة هذه؟ تقول لك وليدي هذا ما كانش يقول كلام هذا، ما كانش يقول السب هذا أبدا، يقول لك فلان أو يدور مع فلان، ما تزيدش تدور مع فلان. شفت الحراسة؟ حراسة، هذه الحراسة. أحيانا الابن ولا البنت يتكلموا على الناس، يقول وش دخلك في الناس؟ على تتكلم على الناس؟ ما تكلمش. شفت هذه الحراسة؟ هذه الأفكار الدخيلة، تعلم الحسد، كلام الفاحش، أفكار هدامة، كلها تأتي حتى كبروا الناس. شوف كبروا الناس في المدارس القرآنية عندنا، يجوا الوالدين يجي عندك يقول لك شوف حبيت نتكلم مع المعلم القرآن تاعو، وليدي راه عنده واحد الأفكار جديدة ما على باليش من يجيب فيها، أو يدخل في فيسبوك ولا يدخل الانترنت ولا راه يجيب أفكار، أحيانا أفكار إلحادية، أحيانا أفكار شيعية، أفكار فاسدة مهدمة. يقول لك أنا وليدي راه يفكر واحد التفكير، يبدأ يتعاون الأب مع معلم القرآن مع الأم من أجل حصن أو بناء حصن حصين يحفظ لنا الفكر نتاع هذاك الطفل من التطرف الذي نخاف منه أن يقع في أبنائنا، لا سيما لما انفتحت علينا هذه النوافذ الإعلامية وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة عندنا. هذه من أعظم أهميات أو من أساسيات التي تبنى عليها أهمية دور الأسرة في التربية وصيانة الأبناء والبنات، هذه مهمة. الحاجة الأخرى، الآن عندما تتفكك هذه الأسرة سنفقد الآن أهم حاجة لتربية أبنائنا، سنفقد كما يقولوا حنايا العامل الأول، الأساس الأول لصيانة أو حفظ الأولاد من كل ما نخاف منه كالانحراف الآن الموجود، انحراف من حيث الشهوات ولا من حيث الشبهات، انحراف، انحراف في الفكر ولا انحراف في الأخلاق، يمشي الإنسان المخدرات ولا يمشي للتسكر. وجود الآن هم الناس يناديونا صباح مساء، ولايات كلها الأحياء كلها يقول لك حنايا احنا الوكر الأول، كل واحد يقول لك احنا الوكر، احنا هو الوكر، احنا الوكر تاع المخدرات، احنا كلش كاع الأحياء راهي تعتقد به اللي هي الوكر، احنا رانا كامل كامل البلاد راهي هكذا، كامل البلاد 58 ولاية مشينا إلى قرى والله ما تتصور تقول كيفاش جات الكاشي لهنا. يعني كاين أماكن، كاين أماكن تريسيتي ما كاش الكاشي لعبت، يعني تصور أنت الناس وين وصلت، يعني باش تلحق الأمور هذه الدرجة هذه كاين حاجة، كاين أدوار راهي خفتت، كاين أمور راحت بسبب ماذا؟ هذا التفكك الأسري. التفكك الأسري إخواني الكرام له صورة، خلينا نكونوا نتكلموا بدقة شوية، عنده زوج صور. الصورة الأولى هو التفكك الأسري الحسي اللي يشوفوه أمامنا، مثل ماذا؟ طلاق، مثل الطلاق، هذا تفكك أسري، أو تباعد الزوجين يعني بالسفر أو غير ذلك، يعني كل واحد يمشي في مكان ويعيش بطريقة متفككة، هذا تفكك أسري، هذا الحسي. وكاين تفكك أسري معنوي، وهذا التفكك الأسري المعنوي هذا هو الخطير اللي ماكش منتبه له انت وانايا، وهو ماذا؟ التفكك الأسري يتمثل هذا التفكك الأسري في نقاط كثيرة جدا. أولا الطلاق العاطفي بين الزوجين، يعني الطلاق عاطفي هما موجودين بصح شغل مطلقين، شغل مطلقين، ما كاش محبة بينهما، ما كاش تفاهم بينهما، كاين قساوة، كاين تنافر، هذا طلاق عاطفي. كاين صورة ثانية من صور التفكك الأسري المعنوي، وهي ماذا؟ هي تلك الخصومات التي تنهض كل يوم والشجار الموجود في الأسرة، هذا تفكك، لأنه كأنهم غير موجودين. وأحيانا الطلاق أولى للأولاد، لأنه هذه أول سبب يشوفها الإبن يتخذها سببا، وهي مشي سببا، هو الشيطان يزينه يقول له انت بابك يما كل يوم يضربوا كذا، انسان يقدر يدير حاجه عادي، يقدر يتناول مخدرات كذا باش نكالمي روحي مش مشكله. كي تجي تهضر معاه شباب كي نجيو نهضروا معاهم في المخدرات يقول لك انا بابا يما كل يوم ضاربين، شكون مع من تهضر؟ سما هما اللي دفعوني لهذا الشيء، هذا هما سبتي، هما ماشي سبته، هو عند ربي، عند ربي
ما عنده ما يجيب حجة، بصح هما كانوا سببا أو بطريقة أو بأخرى. كاين نوع ثاني، كاين نوع ثاني نفس الشيء، البنت تروح تدير علاقة غير شرعية بسبب هذه الخصومات، وسيأتي الكلام على هذه النقطة هذه بالذات. وكاين كاين كاين تفكك أسري سببه ماذا؟ أسباب مهمة جدا في التفكك الأسري. التفكك الأسري سببه أول حاجة هما الوالدان الحاضران الغائبان، الوالدين اللي راهم حاضرين بالأجسام وغايبين بالوجود نتاعهم، ماهمش حاضرين. هما محاضرين كل يوم يدخلوا الدار بس ماهمش حاضرين. ما هو سبب الغياب نتاع الأب الحاضر؟ وما هو سبب الغياب نتاع الأم الحاضرة؟ حاضرين بالجسد وغايبين بالمسؤولية. والنبي عليه الصلاة والسلام قالنا كلكم راعين، راح نتكلموا عن الكلمة هذه كلكم مهمة بزاف، راح نعالجوا بها واحد الظاهرة مشكلة كبيرة في التفكك الأسري. هذه النقطة بالذات أنا راح نتكلم الآن على كل سبب وأثاره في الانحراف، نربط السبب مع الانحراف. الآن السبب مع الأثر نتاعو، شوفوا الآن هذا السبب الأول وهو الغياب الحقيقي اللي رانا نشوفوا فيه الآن في الأسرة. أول حاجة هو الاعتناء الزائد بلقمة العيش. كاين ناس عنده عناية فائقة وزائدة في جمع المال، ممكن هذا الإنسان يشتغل مستورد، عنده مصنع، عنده تجارة، عنده شيء معين. أنا راني نتكلم سمعوني مليح، لازم دائما نعود نثبتوا الأمور، خاطرش الناس الوعي كثير من الناس إلا من رحم الله راه الوعي ينقص شوية. شوفوا الآن كي نتكلموا على مسألة الرزق، الدين تاعنا يوجب عليك الرزق، الاسترزاق، لازم تسترزق. والفقر الذي أصاب الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام هو ابتلاء من الله، ماهوش مزية. نعم هذا خير. خلاص. إذن إخواني الكرام، الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام لما أصابهم الفقر، ماشي لازم تولي فقير باش تولي صحابي، الفقر في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابتلاء، وإنما نبرزه لنبين للناس حسن التعامل مع الفقر، كيفاش يتعامل الإنسان مع الفقر. أما المطلوب أن تكون غنيا، المطلوب المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وكلمة القوي هنا بالمنصب، بالعضلات، بالجاه، بالذكاء، بالشهادة، بالدراهم، كما حبيت كن غني، المهم تكون مؤمن. ومن الناس من لا يحسدون، شكون أول واحد يحسدوه؟ رجل أتاه الله علما وأتاه مالا، العلم والمال، مؤمن قوي بالمال. ثم الآن احنا كنت نتكلموا على الأمر هذا ونقولوا كتاب الزهد وكتاب كذا، وهذا الزهد اللي نتكلموا عليه مش نقول كل فقير، مش نقول كل بس مقطع، قل من حرمه. لما فهموا الناس المنحرفين فهموا بأن الزهد لازم أنك تولي فقير باش تولي مليح. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. والنبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة أن هذا المال هذا لما يكون في يد الرجل الصالح فهو نعمة من الله. لذلك أول فكرة خاطئة صححها ابن عباس للخوارج وشن هي؟ أنه راح يلبس لهم لبسة زينة، يلبس لهم لبس مليح. قالوا له ما هذا ابن عباس؟ فاهمين نظرة خاطئة لمفهوم الغنى والفقر مع الإيمان. قالوا له ما هذا ابن؟ يعني أنت يا نورمالمون عالم، نورمالمون تقعد دائما قليل، أنت عالم وأنت إمام وأنت إنسان داعي، لازم دائما قليل باش كي تنصحنا نتقبلوا منك. ملا قالوا له ما هذا يا ابن عمي رسول الله؟ نورمالمون أنت يا ابن عباس وليد عم الرسول عليه الصلاة والسلام، نورمالمون كي تجي عندنا تجي مقطع بحوايج مقطعين وتجيب بالحفا، نورمالمون هكذا. قال لهم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. شفت الآن كل حاجة في مكانها، هذا هو الدين تاعنا. ولذلك أنت الآن أنت أب رحت تخرج تخدم، لو قدر ربي سبحانه وتعالى لقمة العيش جاتك هكذا باش توكل ما لحقت تخدم صباح وعشية ما لحقت، ماناش نلومو فيك أنت، ماشي أنت، أنت الله غالب، أنت من الصباح لليل باش توكل وليداتك ويا ربي لحقت، خدمت خدمة هنا وزدت رحت خدمت خدمة منا وتعبت وتنوض ستة تاع الصباح تدخل بالك ثمانية تاع العشية. مانيش نتكلم على هذا، أني نتكلم على من؟ تكلم لي راهو عنده الخير لاباس عليه، لي راهو يمشي ويجمع، لأن الله لم ينهانا عن الاسترزاق وإنما نهانا عن الجمع. ألهاكم
التكاثر هو المنهي عنه. هذاك التكاثر الذي يمشي من القلب، دير ثروة دير دراهم صحتك مليح ماشي مشكلة. من الذي جهز جيش العسرة؟ أليس عثمان؟ أليس عبد الرحمن بن عوف؟ أليس عمر بن الخطاب؟ أليس أبو بكر الصديق؟ هادو الناس لبس بهم، هما اللي جهزوا الجيش تاع المسلمين. إذن الآن تصور انت معايا مليح باللي انت يا الاعتناء الزائد هذاك اللي يزيد يدخل الإنسان في الدنيا وتحلاله والصفقات وراه تعشى العشية مع هذا وراح منه وسافر لهيك ولادو ما كي تهضر معاه يقول لك راني ندير لهم شوفور، راني ندير لهم خدامين، راني نقريهم، راني نبعث له ليكور، راني دخلت له البريفي، راني درت له كذا، راني شريت له غير الماركه، راني ديته يحوس. ماشي هذه هي التربيه، ماشي ما تحبسش هنا التربيه. انت الان ترعى. ونفس الشيء في انسان قليل تلقاه يقول لك انا شوف وكلتهم شربتهم لبستهم كي مرضوا نداويهم وهكذاك وشوف ما يحبوش يتسقموا. نقول لك واحد الكلمه، الراعي تاع الغنم يوكل ويشرب ويجز الصوف وكي مرضوا يديهم يداويهم. الفرق بيننا وبين الراعي تاع الغنم وشنو هو؟ نفس الشيء رانا هكذاك. احنا الزياده نتاعنا وشن هي؟ اننا نضفي عليهم منظومه تربويه، اخلاق، قيم، كاين تشجيع، كاين تحفيز. شكون ولادك المليح؟ حفزوا. شكون ولادك اللي راهو قبيح؟ انذروا، بين له، اعتني به. قال هذا راه ماهوش مليح نهائيا هذه اليامات. شوف النفسيه نتاعو تاع بنتك، شوف اعتني. البنت راهي تتزين بزاف كاينه حاجه، البنت راهي تطول بزاف كاينه حاجه، البنت راهي تغلق على روحها بزاف كاينه حاجه. انتبه قبل ما تطيح الازمه، قبل ما تجي الازمه. الابن وش بيه؟ تبدل صوته ولا يتكلم معي ما بهذه الطريقه؟ علاش راهو يطول؟ علاش راه يسهر؟ مع من راهو يدور؟ شكون هما اصحابه؟ نخرج نشوف نتبع. هذه المهمه، نقودوا نروح معدي مع الجماعه، نمشيو المسجد كيف كيف انا وياك. هذه هي الطريقه، هذه التربيه منا تبدا. ولما يكون التشجيع عندنا تربيه التشجيع، نشجع اولادنا نحفزوهم. واحد يقرا ومتربي ومتخلق ما يشوفش روحه نفس الشيء. وهذه العلماء يقولون من احسن ما ينظم الدول، ويقولوا من اعظم ما هلك دول العالم الثالث عدم وجود التحفيز. ما كاش تحفيز. علماء الاجتماع واش يقولوا؟ يقولوا الدول تاعنا حنايا في العالم الثالث سبب فسادها وشنو هو؟ نفس الشيء في الاسره، ما كاش تحفيز. يعني انت تخدم في شركه، تدخل على الثمانيه، مؤمن، انسان مؤمن، تدخل على الثمانيه وتخرج على الربعه وتبقى خدام ما تحركش، وكي تخرج على 12 تولي على الوحده، وانسان مخلص، وقدامك واحد اخر يدخل على العشره يهرب على الزوج ومن ذاك ما يجيش ويبوانتيو له، ومن بعد تلقاه طلع وانت قعدت. تسمى ما كاش تحفيز، ما كاش حاجه يتحفز فيك باش تبقى انسان صالح. الاصل عندنا منظومه تربويه تحافظ على اخلاقيات المهنه. باللي قال هذا الانسان دائما يجي في الوقت، اي نديروا له حفله، عنده 10 سنين هو يجي في الوقت، اي نخلصوا له عمره، اي نعطوا له سكن، اي نعطوا له حاجه تحفزوا، يولوا الخدامين كامل يتحفزوا. عباك واش دير؟ تستغني عن كثير من العقوبات، تستغني عليها، تولي مكانها تعاقب. كاين الناس يتشراو بحبه حلوه، وليدك الصغير تعطي له حبه حلوه يشفع عليها يتحفز خلاص. كي تقول له يصدق عليك وهو صغير وتقول له شوف اليوم شفتك الله يبارك صادق، هاك حبه حلوه وهو صغير. بالنسبه ليه شغل واحد كبير عطيت له سياره، لان سعاده الاطفال في اشياء صغيره وسعاده الكبار في اشياء كبيره. الان دير مليح في بالك باللي احنا تربيتنا لا تقف على الاكل والشرب واللباس، تربيتنا اكبر من هذا، لانه عندنا احنا تربيه اخلاقيه وتربيه حيوانيه. التربيه الحيوانيه هي التربيه التي تتعلق بالحياه، كيقول لك الحيوانيه مش معناتها البهائم، معناتها الحياه تتعلق بالحياه حيوانيه، معناتها نوكلوا ونشربوا باش يكبر وليدنا، هذه مطلوب مليحه ما شاء الله. بصح ما تحبسش هنا انت، ما تقوليش انا الحمد لله اني انت لست بطلا كي جبت لنا ثمانيه ولا سته ولا خمسه، تقول انا عندي خمس دراري. مش انت جبتهم، ربي سبحانه وتعالى، واش درت انت باش جبتهم؟ سمع اللي خلقهم هو الله تبارك وتعالى. الان هذوك الخمسه كي جاوا وعمرتهم لنا في البلاد ونشوفوا فيهم في الحومه كل يوم، البطوله تعرف وين؟ كي يكونوا صالحين. اما عندك خمسه لم تكن بطلا، اما كبرتهم بالاجسام لم تكن بطلا. ان كبرهم لنا بالاجسام وصالحين، ثم تكون بطل، تكون اب صح، اعطيت لنا منتوج، اعطيت لنا ذريه وسلاله طيبه.
هنا الأسرة تبدأ تخرج. أما الأب مشغول مشغول برا صفقات أموال، وكاين نوع ثاني كالأم كذلك. هناك بعض الأمهات، أنا مانيش نتكلم على المرأة اللي خرجتها ربما لقمة العيش اضطرارا، ولا المرأة اللي تخدم في ظروف شرعية، أنا نتكلم على المرأة اللي راهي استبدلت مكانتها وراحت يعني تسترجل في أماكن أخرى. امرأة ربما عندها تقدر تستغني عن العمل وتمد الحنان لأبنائها وتعطي لهم كما يقولوا احنا لقمة دافئة، وتعطيهم حضن يستقبلهم. ولو تعلم المرأة مدى أثر هذه اللقطات، وهي توديع الأطفال واستقبال الأطفال لما يجوا من المدرسة، ولما يدخل زوجك ويلقاك انت مهيئة ومتهيئة في البيت، هذه الأسرة تبدأ منها، تبدأ منها منا تبدأ الأسرة. أما يقولوا عندنا زوج رجال في الدار ما تمشيش ما تمشيش. لما تسترجل المرأة وتولي تبحث أنها خلاص، ولا تخرج بسيارة وتروح لمكان معين وخدامة وخلاص، ويعودوا يكلخوا لها بهذيك المرأة الحديدية، امرأة حديدية، وتقول لك أنا قدرت ندير، ودور المرأة في كذا ودور المرأة في كذا، وهذه كاملة مضروبة بها الإعلام، دور المرأة في كذا ودور المرأة في كذا. والمرأة متى استصغرها الإسلام؟ والله لن تجد المرأة من يعطيها شرفها ومن يقيمها مقامها مثل دين الإسلام، والله والله والله. وهذا كلام آخر، يعني له كلام كبير هذا في حراسة الفضيلة. الآن هذه المرأة لما تروح وتولي غايبة ما تقدرش توفق، ما تقدرش توفق. إذا كان وفقت ماديا وقالت لك أنا نروح نخدم ونجي العشية نقدر نطيب ونوجد وكذا، ماش مشكلة، تقدري تمدي حنان، تقدري تصبري على غضب الآخرين، تقدري تكوني عندك النفسية اللي تقدري تستقبلي بها الزوج لما يدخل. ممكن تدخلي مراه، ممكن تدخل مراه المرأة. وأنا اللي نقول لك، أنا الآن أنا أحترم مرأة تخدم بالحلال، وأحترم مرأة خرجها للطيران، مانيش نتكلم على هذه الأمور، هذه نتكلم على وحدة راهي في غنى عن الأمر هذا. يعني الآن كاين أشياء غالية، الآن التربية راهي أغلى مما تتصور، ولذلك نولوا غايبين، نولي ما كاش دور الأب ودور الأم ما كاش. ومن الغياب يا إخواني الكرام هو اشتغال الأبوين بالهواتف النقالة. شفت الاشتغال بالهواتف النقالة؟ هذه الهواتف الآن التي أخذت منا ثلث أعمارنا بمعدل 8 ساعات، والناس تأخذ في الهواتف في أيديها وتنظر إليها 8 ساعات في 24 ساعة، وتم سوايا على الأقل رقاد. شو رانا عايشين؟ شنو نعيشوا؟ شنو نشبعوا بعضنا البعض؟ الأسر اليوم تجتمع كلها كما راهي، كل واحد بهاتف ولا يتكلم أحد مع أحد. كيفاش نقدروا نقدموا للجيل تاعنا، نقدموا لهم الخبرة تاعنا؟ أنت الأب، أنت كيفاش تقدر تحكي قصة لأولادك، صارت لك أنت تجربة ليك، كيفاش غدوة من غدوة أولادك يقدروا يحكوا لنا ويقولنا أنا عندي بابا واحد النهار صارت له قصة ونحكيها لكم. بطولة من بطولاتك أنت، حكيها لأولادك، تجربة من تجربات أنت وعك حكيها لأولادك. أمك تحكي لبناتها، توري لهم كيفاش تعلمت، كيفاش كبرت، كيفاش نضجت. كيف نحكي لهم هذه الأمور؟ كيف نقدموا لهم المبادئ اللي رانا تعلمناهم احنا، الاحترام والتربية؟ كيفاش نقدروا نقدموهم لأولادنا وإحنا ما ناش نتلاقوا معهم؟ لازم لقاءات، لازم لقاء، كلمة منك كلمة منك تغير إنسان. يا غلام كل بيمينك، اسم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك. في القصة نقدروا نترباو، نقدروا فوق طاولة الطعام نترباو. كان كتاب قريته رسالة صغيرة ينحرف وتشوفوا إنسان عنده ضربة في عينه، غير الخير وش كاين؟ وش بيك؟ عينك وش بيها؟ عينك وش بيها؟ تشفاو بكري الجيل الذهبي، أخاطب الجيل الذهبي، تشفاو بكري كنا نروحوا للبحر بتخبي على والدينا، ويجي وش يدير لك باباك بالتاست، يلحسك لا كاين الملح ولا لا، يلحسك باباك ويشوفك يقول لك كنت في البحر، كنت في البحر نتايا. إذا وش يدير؟ وش نديروا؟ نروحوا نشلوا، نروحوا للبسانات وكذا نشلوا باش ندخلوا باش ما نبانوش رحنا للبحر. إذا كاين مراقبة، كاين إنسان ويحوس عليك، كاين إنسان يشوف فيك أي حاجة تغيرت يقول لك وش بيك؟ البنت هذه وش بيها سارحة؟ أنا ما كليتيش، غير الخير، مريضة، وش كاين؟ عندك مشكل؟ كاين أمور غير عادية.
أنت المراقبة تاعك تنطلق من طاولة الطعام. اليوم كل واحد يأكل وحده، وكل واحد يأكل طعام وحده تاني، كل واحد يطيبه له حاجة وش يشتهي، هذا ما يكونش هذي يعطي له هذي، هذا ما يكونش هذي يعطي له هذي. شوف تفارقنا حتى في طبيعة الطعام. أحد العلماء سمعته يقول كلمة جميلة، يقول إن مما تعاهد عليه الناس في التربية اجتماع العائلة على طعام واحد في صحن واحد. يتربوا كيفاش انت تخلي حق خوك، كيفاش ما تدناش تتربى على هذا الامر، هذا كيفاش تاكل مما يليك. غدوه من غدوه كي نكبروا تولي تدي غير حقك في الميراث، ما تديش حق غيرك، من القصعه تتعلمها هذيك. لازم احنا عندنا منظومه تربويه تنطلق من الطعام، من مائده الطعام. من تم تشوف انت تراقب الام تلاحظ ملاحظات وجودك انت، كي تكون انت رافد التليفون هكذا وتدخل بنتك وتجوز وتروح، ما على بالكش كيفاش دخلت. اما لما شوفها دخلت ولا خارجه ومتزينه، واش هذا اللباس؟ وانت واش هاد التحفيفه؟ واش هاد اللباس؟ واش هاد السروال؟ وعلاش راك لابس هكذا؟ علاش راك رايح بهذه الطريقه؟ وين المحفظه تاعك؟ وين كذا؟ هاد الامور يخلوا الطفل يشعر انه عليه رقيب، كاين رقيب، كاين اب وحاضر. احنا راحت هذه الاسئله، راحت هذه المراقبه، ولينا حاضرين. وين؟ حاضرين في الوسائل التواصل الاجتماعي. ومن العيب ان يشتغل الاب او الام احيانا حتى بالالعاب. شفت الالعاب وتلقى الانسان هذا سارح، والله لا يبالي ماذا وقع. ادمان من نوع اخر، كاين ادمان جعلنا حاضرين غايبين الاباء والامهات. ومن الامور التي تجعلنا كالحاضرين الغائبين وتفكك الاسره هي اننا نشتغل بعيوب الناس. كاين اباء وامهات مشتغلين غير بالقيل والقال. الأمهات تشتغل بالهاتف المكالمات، تقصر مع أختها، مع صاحبتها، مع يمها ساعات طويلة. ياك يقول لك واحد المثل ذوك عصري هذا، يا يقول لك المرأة لا تعطيها تليفون والإمام لا تعطي له ميكروفون، فهو يعني غير يحكم الميكروفون الإمام راح. إذن الآن يقول لك هكذا. فإذا احنا شوف الأم أحيانا تعتني بهذه الأمور، تلقاها عايشة كما يقولوا حنانة منانة. هذه الزوجة هذه تلقاها الزوج جابها ليها بصح ماهوش عايش معاها، وهذا من البرود العاطفي. واش تعيش هي؟ تعيش مع خواتاتها، مع يماها، عايشه معاهم بدقائق وتفاصيل، تفاصيل في الحياه نتاع والديها. وهذا مليح بصح ماشي مليح انك تنفكين عن زوجك وتعيشي هذه الحياه. انت الان ام، هي تبقى عايشه دور الاخت فقط، دور البنت فقط، ونسات دور الام تاعها والزوجه. راحوا لها، لان هذه المراه المتزوجه عندها اربعه ادوار: بنت مع يماها، واخت مع خواتاتها، وزوجه مع زوجها، وام مع اولادها. هي واش تدير؟ كثره الاعتناء، باش يفهموني مليح، كثره الاعتناء باخواتها وامها التصاق كبير، تبقى تشعر كانها ما زالت ما حبش تنفك من الاسره. احنا ما نقولهاش قطعي، بصح ما نقولولهاش الصقي التصاق يفرط في الجانب اللي راكي مسؤوله عليه. انت الان كي كنتي اخت وبنت ما كانش عندك مسؤوليه. اذا الان لما تروحي تولي ام وزوجه يولي عندك واجبات بزاف، اولها كلكم مسؤول، وقوا انفسكم واهليكم نارا. عندك مسؤوليه انت، يا لازم اول مسؤوليه سلكي الدراري من النار من جهنم، وثاني مسؤوليه انك عندك زوج لازم تعتني به. فالان كثرة الاعتناء بهذا الجانب يجعل المرأة تعيش في دور آخر، وهي حاضرة معنا. شو المرأة هي زوجتي، راهي معايا، عايشة معايا، هي أخت فلانة وأخت فلانة وبنت فلانة، لأنها أخبارها معاهم أكثر من أخباري أنا. وهذا خطأ يقع عند كثير من الزوجات، وهذا خطأ معروف في التفكك الأسري، وهذا سبب من الأسباب. من الأسباب يا إخواني الكرام، الله غالب لازم نذكرها، هو اشتغال زائد ببعض اللهو واللعب. خاصة عندنا بعض الناس الآن عنده اشتغال زائد بكرة القدم، وش داروا وش عملوا، يعني حديثه زائد مفرط. وأنا نقول لك واحد الكلمة، أي حاجة في ديننا تزيد على حقها تولي دين. من معاني الدين، من كلمة الدين، شت الدين، من معاني الدين كلمة الدين أن يتخذ الأمر ديدنا، تولي الدندن غير عليها. تنوض الصباح تحكي على البارون واش داروا ولعبوا، ما داروش وداروا، شو الخلاص كثر من تذكر ربي، تولي انت هم وحزنك. وبعد واش يولي؟
تولي هذاك الدين هذاك لازم ندير له الغنى تاعو، عنده الغنى تاعو خاص. ومن بعد كي ندير له لكل دين ذكر، كل دين عنده الذكر، تولي الغنى تاع البالون. شتيها الغنى تاع البالون. انا نتكلم على بصوره لازم يتفهموني مليح، كاين امور دات لنا الدين تاعنا لازم انا نتكلموا على واحد الصوره اللي فيها غلو بزاف. الرياضه حلال، رياضه حلال، بالعكس مطلوبه. انا نمارس الرياضه، ما عندي حياتي كاع نمارس الرياضه، مش مشكله. وانك الان لما تشوف مقابله مثلا في الحومه ولا تخرج مش مشكله عادي. يعني اما انك ترجع الامر هذا الدين، عندك دين على جالو تحزن، على جالو تبني الولاء والبراء، على جالو تفرح، ممكن تنسى الدنيا كامله وتفرط في حقك والواجبات نتاعك من اجله، يولي دين. قال ربي واحد الكلمه: اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. يعني اللهو اللعب ولا عندهم دين؟ اللهو اللعب ولا دين اي ديدن. اذا احنا الان كاين بعض الاباء هكذا همو واش داروا، اسنا نتفرج، عندي لايف، عندي ماتش، عندي كذا، نروح القهوه نشوف في داري ولا يبالي. وانا اذكر مره في احدى النهائيات، مقابله في النهائيات، حيث ان الجزائر صمتت وسكتت وهدأت وخشعت تتبع كلها مباراة نهائية في سنة من السنوات. وخرجت أنا ماشي إلى درس باش ندير درس، والحمد لله لقينا الصفوف حضروا معنا الدرس. مشيت في صلاة المغرب، صليت في الحي تاعي وانتقلت إلى حي آخر باش ندير درس. لقيت بنت في فاحشة مع ابن الجار في فاحشة. كي مشيت معاهم وحققت معاهم، في زوج اغتنموا هذوك الطفله الصغيره هذه والابن الصغير هذا، اغتنموا ماذا؟ اللهو نتاع الوالدين تاعهم. الاخرى قالت لك انا بابا هذه الفرصه الوحيده كي يكون يتفرج في البالون ما يعرف والو، ديروا الخزنه ما يشوفكش. والاب هذاك لوليده يخرج من الدار في هذاك الوقت لانه عالم ان الاب نتاعو كي يكون المقابله ما يشوف، ديروا واش حبيتم بعد، ما يهموش، لا يعتني بشيء. شوف الاولاد، نتكلمك عن الاولاد معناتها البنات والبنين، يعني الذكور والاناث، فنانين في كيفيه تصيد اوقات الغفله عند والديهم. الاولاد اولادنا فنانين، يعرفوا لك وقتاش يطلبوا منك شيء، وقتاش يهربوا لك، وقتاش يدخلوا، وقتاش تكون غافل، وش هي الحاجه اللي تغفلك. فرد بالك، كون حاضر، كون حاضر وما تبينش ضعفك ولهوك وغفلتك امام ابنائك. وهذا من اعظم التفكك او اسباب التفكك الذي وقع. وهذا التفكك الحسي او المعنوي الموجود عندنا كثيره اسبابه، نكملها بعد الاذان ان شاء الله. شحال كاين وقت شيخ بعد الاذان؟ واحد ربع ساعه عندك، 20 دقيقه بالكثير. اي خلاص ربع ساعه ان شاء الله. نعم مليح ان شاء الله.
من الأسباب التي تجعل الأسرة تتفكك. الآن شوفوا، احنا شفنا بأن الغياب نتاع الآباء، غياب تلقى أب غائب إما بالطلاق موش موجود، وتلقاه حاضر غائب، حاجة من اثنين، وهذه مصيبة عظيمة. لو يكون مثلا الغياب حقيقي، الآن غياب الحقيقي، تعرف ايش معناته غياب حقيقي؟ هو الطلاق. يعني غياب حقيقي ما معناه؟ معناه أن الأسرة التي جعل الله تبارك وتعالى فيها التوازن، وشنو هو التوازن؟ التوازن عندك الرأس الأول رب البيت، رب البيت له قوة وعقل وحكمة وله عاطفة، ولكنها قليلة بالنسبة للقوة العقل، يغلب عقله عاطفته. والأم، الأم تغلب عاطفتها عقلها. من هنا يبدأ التكامل ما بين الزوجين. لا نستطيع، لا يستطيع الأب أن يربي وحده، ولا تستطيع الأم أن تربي وحدها. لو كان مدوا أب عادة، وكان مدوا أب مدوا له أطفال يربيهم، يقدروا يخرجوا قاسيين، يقدروا يخرجوا متربيين بصح قاسيين، ما عندهم حتى حنانة، لأنه ما تغذوش بالحنانة. الأب لازم يكون هكذاك، لازم يتخذ قرارات صارمة. ولذلك شوفوا سبحان الله، الأب، الأب أحيانا يقوم بأدوار بالنسبة لزوجته لا تستطيع أن تقوم بها، مستحيل، لأنه لازم أحيانا بعض القرارات تكون قاسية. أضرب لكم مثلا الولاية تاع الزواج، ولاية الزواج، الولي الشرعي للبنت شكون هو؟ أبوها. لماذا جعل الله تبارك وتعالى في الأب؟ على ما عطش الأم؟ الأم تعرف طفلها مليح، بصح تعرف بنتها، بصح الراجل يعرف الولد هذاك، ويعرف الرجال كيفاش يفكروا، يعني يقدر يعرف المنافذ كيفاش هذاك اللي راح يتزوج بنته كيفاش راح يلعب بنته، ممكن كيفاش راح يدير، يسأل عليه أسئلة، يقدر من خلال كلمة ولا اثنين يوزنوا. هذا الأب لماذا؟ لأنه عنده احتكاك خارجي ذكوري يسوغ له، يسمح له باش يقدر يقرأ الناس، ويقدر يقول هذا الإنسان يصلح لبنتي ولا لا لا، يربي واحد الفراسة كما يقولوا احنا، ملكة أو فراسة تقدر تخليه يقدر يرد ولا يقبل هذاك الزوج اللي جاليه. وهذه علاه احنا وكان دخلوا له الحنانة وقولوا الطفلة وحبة تزوج وعلاه مسكين وانا غير يحبها وعلاه لا لا وعلاه كذا، تلقى الأب صارم، لا لا ما كاش، ما نمدلوش يا راجل، كيف ما نمدلوش؟ ميبصح هذا قاسي، لا لا نعلم بالي ايش كاين. هذاك الأب هذاك يبني على حكمة معينة، يعفس على العاطفة ويكمل. ومن بعد أيام البنت تقول له بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، خلاص أنا عرفنا. يعني علاه؟ لأنه عنده حكمة. في حين أن الأم تقدر تتشرى كلمة ولا اثنين عاطفية. ولذلك الله تبارك وتعالى جعل هذه الحكمة، فكل واحد عنده الدور تاعه. في حين أنها تستشار الأم، تقدر تمد رأيها، تقدر تعطي كلمة اثنين ثلاثة، تقدر حكمة. النبي عليه الصلاة والسلام استشار أم سلمة في مصير أمة، استشار أم سلمة رضي الله عنها. فالآن هذه أمور كلها لازم كل واحد يحطه في مكان. شوفوا اثنين هادوما جبلان راسيان في العائلة، هما اللي يشدوها، أن تميل، أن تميد بكم. نحي واحد راحت الأم، راح الأب. احنا كي يكون واحد راح اضطراريا بالموت، هذا ما نسموش احنا تفكك أسري، هذا تيتم. أما لما نقولوا احنا يا واحد راح بالطلاق، يوليوا الولاد سمانة هنا سمانة هنا، ولا في العطلة يجي يديهم باباهم، وبعد يلقوا تجاذب كبير ما بين عائلتين، لا يخولوا ولا يدخلوا في العمومية، يروحوا يتبعوا خوالهم ولا عمومهم ولا باباهم ولا يماهم ولا شكون يتبعوا، وش من راي يتبعوا هذو. يعني ذلك تولي هنا وكاش توازن، يولي تعرف أي واحد من الأطفال من الأولاد يحب يتعوج سيلتصق في أول شعور بالراحة. أول حاجة الشعور بالراحة، وين يشعر بالراحة؟ يروح عباك وين تشعر بالراحة؟ أين تجد نفسك وشهوتك؟ وين؟ في الشارع. كي يقولك صحابك يروحوا نتكيفوا، أين يروحوا نزهاو، أين يروحوا نتمتعوا، تما تقول هاي ما شاء الله هاي الحياة، بعيدا عن ذلك الخصومات، بعيدا عن ذلك الطلاق، وما كاش لي ربي. الآن تصوروا أم تقول لك أنايا نربيهم وبعيد على باباهم، وما عندي ما ندير باباهم كيما راهم يعلموها دركا، وأنايا ولادي دوك نوكلهم ونشربهم وندير لهم ونوقف عليهم ونقريهم ويخرجوا رجال.
حنا نتكلموا على الام اللي هي حابه اللي راهي في الطلاق كما راهم يحبوا دركا كثير من النساء. هادو النساء هادو اللي يديروا هكذايا، هاد المراه هذه اللي دارت هذا الشيء هذا ما يقدرش يستغنى عن ابيه، حتى ولو تزوجتي جبتي راجل اخر صالح احسن من اللي تخليهم وحدهم. لو كان تجيبي لهم بديل الاب، لو كان ترملتي ولا طلقتي وجبتي لهم بديل الاب رجل صالح احسن من اللي تعيشيهم وحدك انتيا. لان الام مهما ربات يجي نهار وليدك يولي طويل عليك، ويجي نهار وليدك تخرجي تجيبيه انت زوج تاع الليل، وليدك هدايا تخرجي انت تعيطي في وسط الناس، انت تعرفي تقدري تعرفي صحابه شكون هو، بنتك تدخل وتكذب عليك تقدري تجيبي الصح وتجيبي الصح. انت امراه مهما مشيتي عندك حدودك، مهما مشيتي عندك حدودك. وجود الاب امر مهم، نفس الشيء الخطاب نوجهوه للاب. الاب تقدر انت توقف موقف الام، تقدر تطيب لهم وتنقي لهم وتدير لهم كلش، بصح ما يقدرش ما تقدرش تكون ام، مستحيل. حنان الام امر اخر، الام تتدفق حنانا كما تتدفق دمعتها في سهوله ذلك، يعني سهوله لانها عندها عاطفه ربي اعطاها لها. فلذلك الان شفت التوازن هذا لازم يكون، لازم يكون في العائله. حنا فقدناه، فقدنا التوازن هذا بذلك التفكك الاسري. ولذلك الان لما يشوفوا هذا الامر هذا نلقاو الاولاد تاعنا يمشوا يروحوا يدخلوا في المخدرات، يدخلوا البنت تروح تحوس على انسان يعطي لها اشاره، علاه؟ ما كاش اب، ما كاش اب، تولي تحوس عن حضن رجل اخر. والاب الان ما كاش مع من تتكلم مع من يصاحبها ويكلمها، الاب تاعها يقدر يعطي لها ارشادات ينصحها، تقدر البنت هذه تتخذ والدها صاحبا تستشيره تكلمه تتبادل معه العاطفه ليرافقها حتى تزوج. الاب هو اللي يفعل هذا الفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فاطمه وهي متزوجه، كان يقبلها يجلسها مكانه، كانت قريبه منه جدا النبي عليه الصلاه والسلام فاطمه رضي الله عنها. ولازم يكون الانسان بهالطريقه. شوف الان من اسباب التفكك مفهوم خاطئ للاسره، وسمحوا لي هذا الامر هذا موجود عندنا. والله يا اخواني الكرام لو كان نسالوا الناس ونروحوا اي واحد نقول له واش العرس تاعك اليوم؟ يقولنا نعم. مبروك عليك، علاش راح تتزوج؟ والله غير يحبس. والله غير كان نقول لك الان الناس علاش راهم يتزوجوا؟ واحد يقول لك باش ندير دراري، حبس حبس، وين راك رايح؟ واش باش ندير دراري؟ شوف حنا نعطيك واحد القاعده تمشي بها، اي حاجه اي حاجه ما نفوقوش فيها الحيوانات البهائم يعني معناتها مازال ما درنا والو. اللي يجيب دراري البهيم ثاني يجيب دراري، يعني الاسره ليست تجمعا وتكاثرا. الاسره احنا عندنا معاني اسمى وابعاد كبيره في الاسره. الاسره تفيد ماذا؟ تفيد الاستمراريه لا المتعه المؤقته. والاسره في نفسها الاسره كي تجي تشوف الاسره تاعنا احنا، الاسره هي عباره عن تآلف وتكاتف لننجو جميعا من عذاب الله. قوا انفسكم واهليكم نارا، ما راهيش عباره عن تجمع فقط، من تجمع تاع افراد وخلاص، ملي كاين الاب كاين الام كاين البنت وخلاص. هذا مكان، هذا مكان. انا الحمد لله رانا اسره ناكلوا ونشربوا، ومن بعد ماذا حققت؟ وش بنيت؟ لازم تنجز، تنجز، لازم تخرج لنا افراد ينجزون. هذه هي الاسره. لما تعتقد انت هذا البعد هذا، شوف الرسول عليه الصلاه والسلام بنى لك حتى حاجه بعيده اكثر، قال لك وولد صالح يدعو له. معناتها يقول لك ما تتزوجش انت باش تدير دراري برك، باش تدير دراري صالحين، دير ذريه طيبه. قال الله تبارك وتعالى: فلما بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي. مانيش حاب نروح، هب لي من لدنك ذريه طيبه. يعني مانيش حاب نروح ومن بعد نقطع ما كاين والو، خليت مرايا مجرمين، خليت مرايا ناس لا يخافون الله. انت دير لي عليك، انت دير لي عليك. وقدر الله كاين ابناء انبياء ابناء علماء خرجوا ناس فاسدين، وكاين منهم من كفر بالله، ولكن انت احنا المطلوب واش نديروا؟ ومن بعد واش يخرج ربي النتيجه هذيك ماكش مسؤول عليها انت. اما انت دورك، دورك لازم يكون بهالطريقه، انك لازم تتفاهم مع زوجتك اننا احنا ما عندناش باش ناكلوا وشربوا، ايامنا لا تتشابه. احنا اليوم اياماتنا تتشابهوا، وكل شرب اقضي كذا وجيب وحط وخلاص. لا، بعد بعد الامر هذا
الأسرة ما تحكيش على الأسعار قدام ولادك، ما تحكيش على الأمور تاع المعيشة قدام ولادك، خليك من الحكاية هذه. الآن كي تحكي لهم لولادك الأمر هذا، ممكن الولاد يعود يتركب فيهم خوف من المستقبل أكثر مما يخوف فيهم به الشيطان. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. أنت لما تكلم مع ولادك دائما افتح لهم، معليش ولو رانا عايشين أزمات، ولو رانا أمام ولادك قال يفتح الله، خليه إنسان إيجابي حتى ولو عاش في مجتمع سلبي، ربيه على الأمل في الله، قل له الله تبارك وتعالى يقضي لك أمورك، كن إنسان صالح برك، دير الخير تلقى الخير. شوف الكلمات هذو مهمين في أولادنا، علموا قلوا شوف كين حاجة ما تروحش، كين حاجة تتخبى هي الخير، اعمل صالحا، صنائع المعروف تقي مصانع السوء، ربي على الأمور هذه، قلوا الله يؤتي فضله من يشاء، اسأل الله من فضله، اتربى على الدعاء، علموا اليقين في الله، حسن الظن في الله، هذه كلها من الله عز وجل، تخليك إنسان صالح وأبنائك صالحين. هذه الأمور هي أبعاد الأسرة. إحنا زواجنا موش حيواني فقط، زواجنا إنساني. إحنا ما نش باش نتمتعوا فقط، إحنا ما نش باش نجيبوا بنت الناس ونقعدوا يامات وبعد تنوض الشجار. إحنا رانا عندنا أبعاد، أنا وانتي رانا الآن أزواج وبعد نولوا أب وأم، يعني إحنا نولوا نلعبوا أدوار بيني وبينك زوج وزوجة، مع أولادنا رانا أب وأم، وبعد إحنا نولوا جد وجدة، يعني عندنا أدوار كبيرة. راح نخرجوا ذريه طيبه، راح نستناو من يشكر ابناءنا، راح نستناو من يمدحهم، راح نستناو من يعيشوا بصلاحهم، راح نستناو يجوا ناس يقولوا لنا بارك الله فيكم واش ربيتوا. اهم كلمه يسمعها الاب ان يمدح بتربيه ابنائه، اهم كلمه. ولذلك الان هذه ابعاد الاسره. احنا اليوم من اسبابنا، اسباب الانفلات واسباب الانحراف، أننا لا نعرف ما هي الأسرة ولماذا وجدت الأسرة. ربي قال قوا أنفسكم وأهليكم نار، واش معناتها؟ واش معناتها هذه الكلمة هذه؟ معناتها قالنا كي ديروا أسرة اتكاتفوا كاع كيما راكم وما تخلوا واحد فيكم يدخل جهنم. كامل كيما راكم، واش معناتها هذه؟ معناتها راقبوا، ماكش تصلي روح تصلي، أني نعس فيك باش ما تدخلش جهنم. ربي قالنا قوا أنفسكم وأهليكم نار، نعسك، صوم، صلي، افعل، اذكر الله، هذه كلها أمور تدل على هذه الوصية الربانية التي قالها الله تبارك وتعالى في كتابه. قبل أن نختم، هناك أمور مهمة جدا في أسباب تفكك الأسرة، وهي ماذا؟ سوء التغذية، سوء التغذية الفكرية. أما التغذية الأخرى لاهين بها، ما لبس بينا ماش مشكلة، قاع الماكلة ما عندناش مشكلة، رانا معتانين وش طلع وش هبط وش كلش. احنا حاجة المهمة اللي رانا نحوس عليها الآن هي أن نتبنى منظومة أخلاقية. شوفوا نعطيكم مثال. الآن إحنا تربينا، ممكن الواحد فيكم الآن عنده 40 سنة ويتفرج في الأفلام والمسلسلات، هذوك الأفلام والمسلسلات نسألكم سؤال برك، شحال يستقام لهم الفيلم؟ ملايير. والمسلسل ملايير، وعلى تفرج فيه أنت مجانا؟ علاك تشوف فيه؟ يدوهم هم بعدهما، هم بعد يدوهم، لأنهم رمي يسوقوا لك أفكار بطريقة لا تشعر بها أنت. شوف نعطيكم مثال ونروحوا للبعيد والفهم يفهم. تعرفوا أنه في الخمسينيات أظن أو قبلها أو بعدها بشوية كان التدخين كان ممنوع الإعلان للتدخين، يعني الإشهار باش دير إشهار للتدخين ممنوع في أمريكا. شو المخدرات؟ يعني مخدرات. شفت دركا وكان زعما واحد يروح يجيب يدير إشهار، لوحة إشهارية للمخدرات، يدور السجن ممنوع. في امريكا كان ممنوع لو كان دير نتايا دخان دير له بيبليسيتي ممنوع. واش داروا؟ دخلوا واحد الطريقه اشهاريه في الافلام في هوليوود. وشنو هي الاشهاريه؟ انه هذاك البطل كيدير حاجه تاع بطوله، يقتل انسان ولا يكمل سرقه ولا يدير حاجه تاع بطوله، يشعل قارو. من بدا الاشهار للدخان؟ ولو الناس عندنا احنا كي تشوف واحد شعل قارو يدير هكذا، شو اللي يحس روحه بطل؟ مين جبناها احنا البطوله هذه؟ البطوله الوهميه مين جبناها؟ شعلت قارو وليت بطل، شعلت قارو تنسى هكذا، يحس باللي حاجه كبيره، شغل هي لقطه تاع تكبر يديرها الانسان من دون ان يشعر 30 40 سنه ويتفرج فيها، لانه هذاك الاشهار للدخان ندار بهذيك الطريقه. ولينا ربطنا ارتباط شرطي أن الإنسان بطولة مربوطة بالدخان،
بلي الانسان باش يولي راجل لازم يدخن. ومن بعد ربطناها بالرجوله بشحال شحال من حاجه. الحقره كيجي الضرب يسب ربي باش يثبت بانه واعر، يسب ربي هو ضعيف، لازم يسب الله. كيسب ربي معناتها باش يخوف الخصم. شوفوا شو ربطنا الشجاعه الرجوله بماذا؟ بمعصيه الله. ومن بعد ربطنا السكره نخوف الناس، الوشام رجله، القطيع تاع الطريق هذه كلش كلش، السجن كل هذه ربطناها بلي انت راجل ويخافوك الناس. علاه؟ ارتباط شرطي. سوء التغذيه، ما تغديناش مليح، حياتنا كامل وحنا نتغذوا بالافلام تاع القتل والجريمه، افلام تثير النزوات والشهوات في بناتنا والعلاقات غير الشرعيه، افلام تري لك عادي مرة تخبط راجلها بكف عادي وما يردلهاش عادي، افلام كيف تربي الدياثه في الناس. هذه شفت هادو سنوات 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 ربوا لنا اسره غير ناجحه، ولينا عادي بالنسبه لنا، عادي امر عادي جدا. فانحرف ابناؤنا بسبب هذه الاهمال الفكري الموجود عندنا في حياتنا. والان الان هذوك الناس اللي كانوا يديروا في الافلام هذه بطلوا، راحوا لحاجه واحده اخرى، راح يجنيهم جيلا اخر الله ليوفقهم. ما هو الجيل هذا؟ شفت هذيك لي بلاطو لهم يديروهم الان، يجيبك مراه ويقول لك انا ما نعيش، انا ما نسحقش راجل، نعيش وحدي، نعيش وحدي. الدعوه الى ماذا؟ الى العنوسه، الدعوه الى لا زواج لا اسره باش يقطعوا الحياه الاجتماعيه. احنا على الاقل ولينا مازال فينا هذيك يا اخت هارون ما كان ابوك امراه سوء، ما تقدرش انت دوك في حومتك تروح دير حاجه مش مليحه. كاين ناس سوافج سوافج كبار ما يسرقوش في حومتهم، ما يمشيش مع بنت في حومته، ما يديرش حاجه مش مليحه في حومته، كاين اللي ما يسكرش في حومته. كاين الناس عنده نقول لك خويا الكبير يشوفني، كاين الناس كبار كبار بولادهم ما يتكيفش قدام باباه دركا، ما يتكيفش قدام باباه. تسمى كاين امور تاع العائله خلتنا مازال فينا شويه امور ملاح، على الاقل امور ملاح. كاين الناس والله يا اخواني الكرام نقدر نقول لك باللي جل الناس اليوم في بلدنا راهو يصوم بصيانه الاسره. كما قال احد علماء الاجتماع قال لك كاين واحد العبادات تبناتها الاسره لذلك رانا محافظين عليها. الصوم مثلا، الصوم عندنا حنايا تقدر تشوف عائلات واحد ما يصليش عادي، لو كان واحد فيهم من افراد العائله ما يصومش رمضان واش يديروا له؟ والله غير ينحيوه من الدنيا، هذا ينحيوه كاع من الدفتر العائلي. وشنو هو ما يصليش؟ تلقى الاب هذاك ما يصليش، لو كان وليده يفيق به ما يمشي يصوم واش يدير له؟ وشكون اولى صلاه ولا صيام؟ كاين شفت كي نتبناو الصلاه وكان جينا نتبناوها بهالطريقه يولي واحد ما يقدر يبطل الصلاه. كاين حاجه اسمها التبني، الحجاب، الحجاب واحد الوقت كان متبني متبنيين والاسره متبنياته، بل الحجاب حاجه كبيره. ومن بعد لما ولا حريه فرديه حريه شخصيه صار مثل ما ترون. دوكا الصوم، الصوم في بلاد مجاوره في بعض البلدان المجاوره الصوم حريه شخصيه ماشي تبني تاع الاسره، ما تبناتوش الاسره وانما حريه شخصيه، ولو اللي يحب يصوم يصوم يحب يصومش ما يصومش. وهكذا بقيه الاخلاق، وهكذا التفكك الاسري يكون عنده دور كبير في الانحراف وهو عدم تبني الاخلاق. شفت حنا الان صله الرحم الصيام بزاف امور ملاح نتبنوهم في العائله تاعنا. شفت هذيك الاب اللي يقول لك احنا ما عندناش في دارنا اللي يدير هذا الشيء هذا، احنا ما عندناش مراه دير هكذا، ما عندناش بنت تدخل مور المغرب. شري كلمه ما عندناش هو عباره عن كلمه تبني الاسره للفضائل. ومن هنا يولي الانسان يشعر بوجوب التتبع، يقول لك انا نقعد مع الاسره، انا عايش في الاسره ما نقدرش، انا طفله ما نقدرش ندخل مور المغرب، دارنا ما يحبوش هذا الشيء هذا، رغم انها تلقاها بالك متبرجه، بصح كاين تبني تاع الاسره قاعد يحافظ لنا على الفكر الناضج. اما الفكر اللي رانا نجيبوا فيه الان من اعلام من المؤثرين والمؤثرات الفاسدين والفاسدات، هذاك ما يربيناش اسره، هذاك هو اللي علمنا الانحلال. والله عشنا وشفنا الان امهات في الستين سنه، جاني الزوج نتاعها وقال لي المراه نتاعي، قال لي انا في السبعين وزوجتي في الستين سنه، قالت له يا تليفون ينطلقك ينطلقوا. ستين سنه انت يبقى لك تليفون، ستين سنه ما حبت تلعب بالتليفون، ولات عندها الان علاقات ولا ستين سنه، وين الله يستحي منك ان يعذبك. الان ولات تحطت الزوج نتاعها والله غير لحقوا الطلاق وطلقوا. قالت له يا انا يا تليفون، يعني ما كانش هضره، قالت له دخل معايا تليفون وندير ونخرج وين نحب ونخرج وين ندير ونعمل ونعمل والا طلاق. بولاد ولادهم الناس. شفت كيف الان لحقنا افكار شربت الفكره، شربت الفكره
فهدمت أسرة بأكملها. من أجل ماذا؟ من أجل هذه التغذية الإعلامية الفاسدة. إحنا اليوم رمينا أبنائنا وأطفالنا لمن يحتضنهم ويربيهم، أعطيناهم تليفون، ولات الأم الآن باش يقول لك باش يسكتوا عليا تعطيله التليفون، أخليه يدير واش يحب. 3 سنين 4 سنين يبدأ إدمان، يبدأ الإدمان علىه أو ساكت، أن تشتري نفسها السلم والهدوء بماذا؟ أن تضحي بأبنائها. مهم يسكت عليا وخلاص، يولي هذاك الابن هذاك يتخذها سلاحا. الابن ذكي، الابن عنده سلاح، كيفاش يقدر ياخذ من امه وابيه ما يريد؟ وحنا ما نقدروش نعطوا له ما يريد اذا كان ذلك الامر يفسده. اخر كلمه وسمحوا لي على هذه الزياده، هذه من الامور التي فككت الاسره وكانت سببا في انحراف ابنائنا، هو التباين في المستوى، مستوى الفكر. انا ما حبيتش نقول المستوى الدراسي، المستوى الدراسي، التباين بين الزوجين في المستوى الدراسي غالبا، ماشي دائما كان لهم ناجحين، غالبا ما يؤدي الى تباين في التفكير. تفكير تلقى يتركب واحد المركب نقص عند الزوج، خاصه عند الزوج اذا كان الزوج مستواه متدني جدا في التفكير او في المستوى العلمي والدراسي، ويتزوج بمرأة كبيره في القرايه تاعها، في الشهاده تاعها، وتلقى المرأة هذيك عندها حكمة أحسن منه، ومن بعد هي كي تتكلم بكلام الزوج هذاك يصرى له مركب نقص الداخل في نفسه. هذه من أكثر الحالات اللي نعالجوها، من أكثر الحالات اللي رانا نعالجوها. تلقى الزوج هذاك أحيانا تلقاه إنسان ما شاء الله، يقول لك المرأة تاعي قارية خير مني، تعرف خير مني، أعطتني رأي جزاها الله خيرا، نطبقوا الرأي هذا ما شاء الله من دون أي مركب نقص. وكاين اللي تلقى عنده مركب نقص، هو على باله بلي وغلط، على باله بلي وغلط، المهم كحله يا رجل بيضه، لا كحله. لو كان يقول بلي واش قالت زوجته بيضه، يقول لك انا نولي نبان ما قدام ولادي وشنو، ما كاين والو نولي نبان. عنده مركب نقص، يولي يعير زوجته احيانا، حتى يكلمها باسماء البهائم والحيوانات. لماذا؟ يحب يطيح لها قدرها امام ولادها، يقول لك هذه لازم تكونش عاليه اكثر مني. واحيانا يقولها انتم القاريين زعما تلعبوها، وانتم كذا وانتم، وتلقى في حين انه مرته قرات ومراه طيبه ناس ملاح. هذا التباين هذا راح يولد لنا ماذا؟ انفصام ما بين الزوج والزوجه، ومنها يبدا التفكك، ومنها تبدا تشوف الابناء والاولاد يخرجوا لحاجه اخرى. على بالكم التفكك الاسري واش دار؟ جعل الزوجين يتخاصموا احيانا. التخاصم تاع الازواج واش داروا؟ ولو يعيروا بعضهم البعض امام اولادهم، وراحت القدوة، تروح القدوة، تولي الأم تفضح. كاين رجال ربما يرتكب حاجة، ولا الأم ترتكب حاجة معينة، علاقة غير شرعية يديرها ولا حاجة، الأم هذيك زوجته في هذاك النهار تقول جميع الناس، تعيط ليمها تقولها، لبابها تقوله، الجيران تقولهم، الخوت وخواتاته، يمه باباه ولاده تقولهم كامل. والأب هذاك يريب، هو غلط غلطة، غلط زوج ثلاثة، تاب إلى الله. هي لا هي تزيد تعاود تقول لولادها كامل، حتى يولي الاب هذاك ما عنده حتى قيمه عند ولاده. كي يولي ما عندوش قيمه عند ولاده، انت الام انت واش ربحتي؟ ولادك فسدوا راحوا، كسرتي حصن حصين، على الاقل حافظي على الاب تاعك، على الاب تاعهم، حافظي على الابوه تاعو، معليش ماهوش زوجك كرهتيه، حافظي على الابوه تاعو، كوني مرا فحله السطريح بينك وبينه، اتخذي القرار الذي ترينه حسنا، بصح الستر لازم يكون، لازم يكون ستر على حفاظا على الاولاد، لان قدوتهم تحبي ولا تكرهي وباباهم هو القدوه. ولهذا الان احنا شوفوا اخواني الكرام، صرنا هذه المصيبه، ومن اعظم ما اوقع الاسره في هذا الامر هذا صراع الادوار. شفت صراع الادوار، ولينا حنايا الام واش تقول للاب؟ تقول له إيه وكان جيتوا انتم رجال في بلاصتنا، انتم صحافيكم راكم تخرجوا برا وكذا، كان جيتوا انتم توقفوا شويه في الكوزينه برك، وتقفوا شويه مع الدراري برك، وكان جيتوا تقعدوا تقروهم شويه برك، وكان لو صرا فيكم مسره. دورك هذا الدور تاعك انت، وانت التي تحسنين هذا الدور. والاب الاب يقولها وكان جيت انت يا بلاستي اي، وكان نهار كامل انت في الشركه ولا في الوزين ولا في الفلاحه، وكان جيت نخرجك برك تروحي ديري واش درت انا اليوم، والله ما تقدري، انت مخلوق لهذا الامر، انت المخلوق تروح تخلص تريسيتي والغاز وتجيب وتعمل وتروح الاداره، انت رب العائلة،
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وانت اللي تصرف، يعني دورك أنت، دورك خليك في دورك، والأم خليها في دورها. لا تتسارعوا في أدواركم، ما تبداش احنا نتسارعوا في الأدوار ملي كنا صغار، ولادنا صغار اسقيلو عيط لطفل صغير شكون تحب بابا ولا ماما، يحبكم في زوج، علاه لازم واحد؟ علاه لازم واحد؟ علاه؟ علاك حب تفاضل؟ علاك حب تفاضل؟ يحب الأب لأنه أب، ويحب الأم لأنها أم. ما كاش احنا في ديننا، في ديننا ما كاش، شفت هذيك أمك ثم أمك ثم أمك عندها سياقها، ما كاش مفاضلة بين الأب والأم، ما كاش، هذاك عنده دوره وهذيك عندها الدور تاعها. الآن لما نقوم كل واحد بدوره، شفت الأخ الأكبر كما تكلمنا في البداية، الأب الأم كل واحد في الدور تاعه. علاش رانا نتصارعوا؟ علاش المرأة يحب تولي امرأة حديدية؟ اقعدي كما راكي، الحم وعظم كما خلقك الله، اقعدي بحنانتك، مانيش حابينك تولي حديد، انا حابينك تبقى امراه بحنانتك، بالانوثه تاعك، باللطف تاعك، كما ربونا امهاتنا. والراجل علاش راك حاب تلعب انت ادوار تاع كيوت ولين وحاب تولي انثى؟ انت راجل، انت راجل تاع برا، انت تواجه، انت الحسن تاع بناتك، انت الحسن تاع اولادك، علاش راك تلعب في ادوار اخرى؟ علاش رانا حابين نخلطوا الادوار؟ لحقنا واحد الوقت نختم لك بهذه المصيبة، لحقنا الوقت وهذا واقع الآن في لبنان، نسأل الله سبحانه وتعالى يدفع عنها هذا العدوان هذا ويحرر بلاد المسلمين من كل سوء. لحقنا واحد الوقت في لبنان الآن، في لبنان مؤخرا ولاو هذوك النساء هذوك الفاسقات، وجلهم نصرانيات على كل حال، هذوك الفاسقات اللي يدعون، لأنه أرباب الدعوة إلى تحرر المرأة والفساد موجودة في لبنان، باش يكون عندكم علم، الجمعيات الفاسدة تاع النسوية كلها تنطلق من هنا. نقول لكم علاه، لأنه ما كاش واحد عنده اللسان العربي ليقدر يكون واجهة تاع الغرب مثل أولئك، هما الفصحاء وهما اللي يقدروا يسوقونا كما يحبوا. هما الآن واش ولاو يديروا؟ ولاو يديروا حفل، ماشي زفاف، حفل الطلاق. أي امرأة يسمعوا بها طلقت يروحوا يديروا لها عرس، باللي خلاص راكي تحررتي، الفكر التحرري. حبوا يبينونا الآن باللي الزواج، شوف انت الآن تقول هذه الأيامات الشباب تاعنا يقولوها، حتى انا شفت هنا في بلادنا بعض الناس يصوروا صاحبهم تزوج راحوا كبروا عليه ربعه، كبر عليه خلاص مسؤوليه، دوك يولي مسكين يتشد من الودن، يولي كذا، يولي ما يسهرش، يولي يطل غير من الطاقه، يولي يدي الدراري يشري الحليب يشري ليكوش يشري كذا. حبينا نصوروا انه الزواج عذاب. شفت التصوير هذا؟ هذا تسويق راهو يمشي في حياتنا اليوميه، ومن بعد او جاي جيل يعود يقول لك انا ما نتزوجش، واش بيك هاك عندك درام؟ لا 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 لا، نعيش حر. ولينا نعتقد ان الحريه وين؟ في اللازواج. هكذا يسوقون الان، هكذا يسوقون. فديروا بالكم مليح مليح باننا مستهدفون، والاستهداف نتاعنا هذا اللي علينا اللي يستهدفونا فيه ندمره بماذا؟ ندمره بحسن الوعي والتربيه الحسنه والمنهج اللي رسمه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم نمشي عليه. استسمحكم على هذه الدقائق الزائدة، استغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الشيخ بنتها 16 يوما ما يجي في الدار. لا حول ولا قوة. 16 يوم قرب تنام. لا حول ولا قوة. 16 يوما يقول لها، والله قالت لي انا راني شاكة في فلان. لا بصح ولا كاين دليل، واش ما نقطفوش الناس ونمشوا كذا. فلحد الساعة
صراحة هي قضية طويلة. أنا بكر عشتم فكرة الشيخ غذاء فكري والانفكاك الأسري وهذا الهدف هذا خاطئ. عبكر الهدف هذا الضمان صراحة. أو بعض الدعاء دليل لولا الدعوة إلى الله الشيخ منهم يديروش. لولا الدعوة إلى الله كارثة كبيرة. تبدأ أنت في الطرف الثانوي مثال في المتوسط علاش داير تليفون يعني؟ كاين منع كاين مقصد كاين سبب تاجر تبيع وتشري رجل أعمال راح بيع خرج بيع هذا الأمر لم يكن له ولكن كما قال الشيخ هذا قصد بهذه الأسرة لأن كما قال ابن القيم اللبنة الأولى هي الأسرة صلاحها بصلاح الفرد وفسادها بفساد الفرد وصلاح الفرد بصلاح المجتمع ولذلك سمينا احنا الدورة تاعنا الأسرة المسلمة أول لبنة في طريق الإصلاح وأنا شخصيا أحمد ربي أن شيوخهم وفقنا اخترتوا هذا الموضوع من أحسن أنا معكم كإمام الشيخ معكم كلنا لنا فكرة عن هذا الموضوع نسأل الله عز وجل أن يصلح أبنائنا وأن يصلح أسرنا وأن يصلح ذرياتنا وأن نقول من أراد بأسرنا خيرا وفقه الله كل خير ومن أراد بها بأسرة دمارا وخرابا صلى الله يجعل كيده في معه غدا إن شاء الله سنستمر مع محاضرة جديدة عشق يوسف بن عاطي إن شاء الله ينزل علينا ضيفا جزا الله خير للحضور لشبابنا وأبنائنا هذا الحضور المتميز وشكر مرة أخرى للشيخ مع إشغاله الشيخ الله تشينسكي وحرص الشيخ موقع يعني مقدم على السفرين وإحنا حاولنا نجد يوم النهار إلى النهار يعني فاسمح لنا شيخ طاهر يعني كعمله إن شاء الله بجيد المخاليه